سراب فيه تهت وعلى وجهه شظايا ندب فيه انتهيت. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغبة. من الدنيا الدنيا والرضا بي خدودا جودا يوم الحساب. أخت فاضلة عندنا في مدينة المنصورة غاب زوجها لسبب من الأسباب وهي أسرة فقيرة جدا ورزقت ببنت في سفر زوجها، ثم تقول لي في ليلة من الليالي مرضت البنت وبت إلى جوارها أضع لها كمادات الماء على رأسها وجبينها لأنني لا أملك قيمة الدواء فضلا عن قيمة العشاء وهي في بيت أبيها. تقول سبحان الله، أصلي ركعتين وأدعو الله عز وجل وأضع الكمادات على وجه ابنتي وهكذا إلى بعد الواحدة ليلة. تقول إذ بالباب يطرق فأسرع والدي وأسرعت خلفه، فقال الوالد من؟ فإذ بالرجل خارج الباب يقول الدكتور الطبيب. طبيب؟ طبيب مين؟ يقول ففتح والد الباب وأسرعت خلفه بحجابي فرأينا طبيبا يمسك حقيبته. السلام عليكم. عليكم السلام. فين البنت المريضة؟ بنت المريض تفضل تفضل يا دكتور. دخل الدكتور كشف على البنت كتب روشتة الدواء ثم وقف خارج الباب وانتظر. بعدين طالت الوقفة فإذ بالطبيب يقول لأمها بسرعة يا أخت شوية. قالت ماذا تريد يا دكتور؟ قال أريد قيمة الكشف. قالت والله ما معي، والله لا أملك قيمة الكشف، لقد بدت أنا وابنتي وأبي بغير عشاء. فغضب الطبيب قال أنت ما عندك حياة، ما عندك الذوق، ما معكيش قيمة الكشف، تتصل علي بعد الساعة واحدة بالليل ليه وأخرج من بيتي بعد واحدة ليلة ليه؟ قالت والله يا دكتور أنا أسفة، أنا ما اتصلتش بحضرتك، أنا أصلا ما عنديش تليفون. قال الله، هي دي مش شقة فلان؟ قالت لا، ده الباب اللي جنبنا. فوقف الطبيب وقال لا لا لا، إذن والله ما أخرجني الله إلا لك، فأخبريني ما قصتك. فبكت وقصت عليه وهي أسرة مؤمنة تدينة. فخرج الطبيب فأحضر الدواء بنفسه وأحضر العشاء بنفسه وجعل للمرأة وابنتها وأبيها راتبا شهريا، ولم يقطع هذا الراتب حتى عاد زوج المرأة، فعادت بزوجها إلى الطبيب وقالت الحمد لله لم نعد في حاجة إلى الراتب. تقول لي ونحن أسرة فقيرة جدا، فكنا إذا ضاق بنا الحال أداعب زوجي وأقول له ما تسافر عشان ربنا يرزقنا. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. إني لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي خطايا ندب فيه انتهيت.